تصفية بريغوجين لأنه يهدد بوتين بشكل كبير. ليس واضحا ما الذي سيجري لقوات فاغنر، فالقوات التي لم تشارك في مسيرة العدالة التي تحدث عنها يفغيني بريغوجين ستوقع معهم وزارة الدفاع الروسية عقودا كما يريدون، والباقين الذين طبعا أعفوا عنهم ليس واضحا ما الذي سيحدث لهم، ليس هنالك قانونا واضحا في هذه القضية، لذلك الشد موجود في هذه المسألة. وطبعا يجب أن ننتبه بأن يفغيني بريغوجين بهذه العملية التي كانت تعتبر انقلابا من وجهة نظر بوتين وغيرها، إن هذا التحرك الذي قام به هو في حقيقة الأمر لاقى استحسانا من الناس الموجودين إن كان في روستوف أو المناطق التي تقدموا لها، وبأن يفغيني بريغوجين يشكل خطرا على بوتين في مسألة السمعة تحديدا. وإذا ما لاحظنا على سبيل المثال كيف أن الناس يرحبون بيفغيني بريغوجين ويلتقطون الصور معه بهذه الطريقة وهو يغادر روستوف إلى بيلاروسيا، يرحبون به بهذا الشكل. لاحظ الصور على سبيل المثال، مثال التقاط الصور، كانوا سعداء جدا برؤيتهم لهذا الرجل كما ترون بهذا الشكل. وكذلك في نفس الوقت، وإذا ما اتجهنا إلى شاشة كبيرة لنلقي نظرة الآن على قضية الناس وهم يطلقون شعارات فاغنر فاغنر فاغنر، على الرغم من أن هذه القوات، ودعونا نستمع ونلقي نظرة على هذه الشعارات التي تطلقها هذه الجماهير الموجودة في روستوف وفي مناطق أخرى، هم طبعا يرحبون بفاغنر ولا كأنها قوات انقلابية نهائية قامت بتمرد أو انقلاب. نتذكر ما جرى في تركيا، نتذكر ما جرى في عدد من الدول الأخرى على سبيل المثال من انقلابات، عادة يلقون القبض عليهم، لا ترحب بهم الناس. الأمر هنا يأتي طبعا بالعكس تماما، وهذا ما انتبهت له CNN الأمريكية والتي تساءلت بهذا الشكل طبعا اليوم، لماذا الروس العاديون في الشارع يهتفون للناس الذين حاولوا للتو القيام بانقلاب؟ هذا يعني انهم ربما يدعمونهم او يحبونهم، ايا كان الامر فهذه اخبار سيئه حقا لبوتين. واضافت ايضا بريغوجين لديه نوع من الدعم، فهو يمثل تهديدا لبوتين بغض النظر عن مكان وجوده. من الممكن ان نرى بريغوجين يقتل في بيلاروسيا، وهذه قضيه خطيره للغايه ان ما تمت تصفيه بريغوجين لانه يهدد بوتين بشكل كبير.